وللمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، أهلا ومرحبا بك إلى هذه الفترة من التغطية. ومصر سعت لخلق رأي عام إقليمي ودولي داعم لموقفها تجاه القضية الفلسطينية، حتى أنها تمكنت من انتزاع مواقف دولية رافضة لتصفية القضية الفلسطينية. الدور المصري يفرض نفسه على الساحة، لماذا يقابل بالتشويه؟ يعني لا أحد يستطيع أن يزايد على الدور المصري الريادي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية، باعتبار أن الدولة المصرية هي من قامت بتدعيم القضية الفلسطينية وتثبيت دعائمها على مر التاريخ. القيادة السياسية المصرية والدولة المصرية بتتحرك في كل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة من خلال دورها العروبي والمحوري في دعم كافة القضايا العربية، وعلى رأس هذه القضايا هي القضية الفلسطينية، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية مصرية بامتياز، وهي أم القضايا ورأس وتقف على رأس القضايا العربية. الدولة المصرية تحركت في كل الاتجاه ولعبت أدوار مركبة وكثيرة ومتعددة لدعم القضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الإنساني، منذ اللحظة الأولى. هذا الاعتداء الخطير هذه المرة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي نتج عنه الكثير من التعقيدات والتشابكات التي احتاجت إلى دولة يعني تكون قادرة على مواجهة هذه التحديات المتزايدة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية وقفت حائط الصد الأول في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى الإنساني أو حتى على المستوى السياسي. فعلى يعني المحور الإنساني، منذ اللحظة الأولى نجحت القاهرة وبضغوط كبيرة على الإدارة الأمريكية وعلى إسرائيل، ونجحت في فرض إرادتها وهيبتها، ونجحت في إدخال كافة أوجه المساعدات التي يحتاجها القطاع، وبذلت مجهود كبير. حجم المساعدات التي قدمت من الدولة المصرية بالنسبة للمساعدات الدولية عامة، نجد أن الدولة المصرية قدمت 80% من هذه المساعدات. وبالتالي أرى أن كل المواقف المصرية هي مواقف تنبع من رغبة وإرادة سياسية حقيقية في دعم القضية الفلسطينية. أيضا عذرا للمقاطعة دكتور حامد، يعني إذا أشرنا أو أخذنا في الاعتبار الهدنة التي تم فرضها، كانت بجهود مصرية قطرية، وحتى تمديد تلك الهدنة أيضا كان بجهود مصرية، هذا على الصعيد السياسي. سؤال مهم جدا يا أستاذة دارين، لأن الدولة المصرية بتتحرك في المنطقة، ولا أحد يستطيع أن يغفل دور دولة مصر. مصر دولة كبيرة، مصر دولة محورية، مصر دولة رائدة، مصر دولة قادرة على لعب أدوار لا يستطيع أحد أن يلعبها. حتى قبل الهدنة التي تحدثت حضرتك عنها كان هناك مواقف صعبة، وهي رفض إسرائيل استقبال يعني من يحملون سيدتين يحملان الجنسية الأمريكية، ورفضت إسرائيل استلامهم. من استلمهم؟ استلمتهم الدولة المصرية من خلال معبر رفح، وقدمت لهم كافة أوجه الرعاية وعادتهم مرة أخرى إلى إسرائيل. أيضا الدولة المصرية نجحت وبقوة في صناعة السلام من خلال الهدنة الأولى، التي لولا الدولة المصرية ولا على العالم أن يتذكر المشهد اليومي الذي كان يتقرر في تبادل الأسرى من خلال معبر رفح، على اعتبار أن الدولة المصرية قدمت المساعدات، قدمت الدعم السياسي، قدمت الدعم الدبلوماسي، قدمت أيضا كل أوجه الأمور التي تؤدي إلى أن يكون هناك توافق في الرؤى لحقن الدماء في المنطقة بشكل عام، وحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين بشكل خاص، باعتبار أن الدولة المصرية نجحت بشكل كبير جدا في إعادة التوازن للقضية الفلسطينية، ونجحت في تحويل دفة العالم بالمجمل إلى الاتجاه الآن. لأول مرة نرى تصريحات من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على أنه لابد أن يتم الاعتراف بفلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. نتذكر أمام معبر رفح وزير ورئيس وزراء أسبانيا ورئيس وزراء بلجيكا، رئيس وزراء أسبانيا باعتباره هو الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والذي أشار من مصر ومن أمام معبر رفح أنه لابد من الاعتراف بالقضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين، وإذا لم يقم الاتحاد الأوروبي
الاعتراف بها، ستقوم اسبانيا بالاعتراف بها، وايضا الاداره الامريكيه التي بدات تغير نظرتها لتتوافق مع السرديه المصريه والرؤيه المصريه، وبدات اول مره تخرج تصريحات تقول انه لابد من الاعتراف بفلسطين ولكن حتى بدون حدود، ولكن هذا تغير نوعي كبير في راي الاداره الامريكيه، وبالتالي مصر لو كانت بتتحرك في القضية الفلسطينية وحدها يعني هذا كان سيؤدي إلى، وكان هناك استماع لوجهة النظر المصرية، كان هذا سيؤدي قولا واحدا إلى إنهاء هذا الصراع الممتد منذ أكثر من 75 عام، ولكن التعنت الإسرائيلي الواضح في إدخال المساعدات لقطاع غزة، التعنت الإسرائيلي الواضح في عدم الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى ليس فقط لوقف إطلاق نار شامل ولكن لإطلاق عملية سياسية شاملة، عدم وجود دعم حقيقي من المجتمع الدولي لرؤية مصر والسردية المصرية الداعمة لتنفيذ مبدأ حل الدولتين هو ما جعل الأمور تصل إلى هذا المشهد المعقد، وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يعيد نظرته بشكل أعمق لأدوار الدولة المصرية، لأن الدولة المصرية يعني نجد أن هناك إشادات كبيرة سواء من سكرتير عام الأمم المتحدة، من الاتحاد الأوروبي، من الجامعة العربية، من كل الدول. دكتور حامد، هل الموقف المصري الشامل والمحتوي لهذه القضية من كافة جوانبها سواء كان الجانب الإنساني أو الجانب السياسي أو جانب إدخال المساعدات وفتح معبر رفح طوال الوقت، هل هو السبب وراء مقابلة الموقف المصري المحتضن لهذه القضية بحملات التشويه من جانب الإسرائيلي؟ يعني مندوب إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية قال إن معبر رفح كان مغلقا من الجانب المصري، وعلى الرغم من ذلك فمن أي ناحية يعني نستطيع الجمع ما بين تسخير مصر لمطار العريش لوجود المساعدات واستقبال المساعدات من كافة الدول تمهيدا لإدخالها إلى الجانب الفلسطيني، وبين تعليق مصر لدخول تلك المساعدات بإغلاق المعبر؟ يعني مصر منذ اللحظة الأولى أكدت أنه لم يتم خروج أي مزدوج الجنسية أو حامل الجنسيات الأخرى من معبر رفح إلا بإدخال كافة أوجه المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل القطاع، وده كانت دلالة واضحة على صلابة الموقف المصري في مواجهة تحديات حقيقية بتواجه القضية الفلسطينية في أصعب وأضعف مراحلها. الدولة المصرية كانت هي السند والداعم للقضية الفلسطينية في هذا التوقيت الحرج، وبالتالي الدولة المصرية في هذا التوقيت كانت هي السبورت الرئيسي والدعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، وأكدت مرارا وتكرارا مصر من خلال مواقفها التي لا يمكن أبدا إلا أنها أفعال وليست أقوال، يعني هذا وصف دقيق، مصر تحركت في هذا الاتجاه وتشويه الصورة من جانب إسرائيل ما هو إلا يعني من خلال مساعي خبيثة لتقويض دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، يعني حالة ممنهجة من قبل الإعلام العبري لمواجهة دور مصر المحوري، وهذا إن دل على شيء يدل على نجاح مصر بشكل كبير في دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وده اللي شاهدناه من قرارين متزامنين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني بعد قمة القاهرة ومشاركة أكثر من 31 دولة والتأكيد على ثوابت مصر لدعم القضية الفلسطينية، نجد أنه بعد كل ذلك نجد أن المجتمع الدولي أظهر إرادة سياسية مختلفة بموافقة أكثر من 122 دولة. هل نستطيع القول هل نستطيع القول بأن مصر أحدثت تغيرا جذريا في وجهات نظر أو وجهة نظر الغرب والدول الأوروبية تجاه القضية؟ يعني أنا هرجع بقى لحضرتك يا أستاذ دارين لورا شوية، حتى قبل 7 أكتوبر قطاع غزة في عهد الرئيس السيسي تعرض للكثير من الاعتداءات، أكبر هذه الاعتداءات كان في العام 2014 واستمر لمدة 55 يوم. من نجح في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية ولم تكن القوى الكبرى، ولكن مصر لعبت أدوار كبيرة بالتعاون مع شركاء الإقليميين والدوليين وبالتعاون مع الإدارة الأمريكية، ولكن لولا الدور المصري كنا فقدنا العقل المدبر لهذه الهدنة وهذا الوقف لإطلاق النار اللي استمر لأكثر من 55 يوم. وأيضا
ايضا استمر على العدوان الاسرائيلي المتكرر، وعلينا ايضا ان نتذكر مشهد مايو 2021 اللي استمر لاكثر من 11 يوم في شهر رمضان، وتحركت الدوله المصريه ونجحت في وقف اطلاق النار، ونجحت في اعاده التوافق بين الطرفين، وفتحت معبر رفح، وادخلت اكثر من 3500 طن من السلع الغذائيه، وقامت بتقديم منحه 500 مليون دولار، وقامت ببناء 3 مدن سكنيه داخل مدينه رفح المصريه. كلها مواقف تظهر ما قامت به الدولة المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين، والآن تلعب مصر أدوار مركبة، لأن الدولة المصرية تنظر للقضية الفلسطينية باعتبارها أمن قومي مصري، ولن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفيتها أو أن تكون وجهات النظر الأخرى مخالفة للدولة المصرية، لأن الدولة المصرية لديها رؤية ثابتة في هذا الاتجاه، لديها نظرية واضحة في هذا الاتجاه، وهو تنفيذ مبدأ حل الدولتين، أن يكون هناك عيش بسلام وأمان لكل الشعوب دون أن يخل ذلك بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وأقامة دولتهم العادلة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على هذه الإيضاحات.